اهلا بحضراتكم من جديد. ساره اجيلك، يمكن منتخب مصر للسيدات، وده حلم الحقيقه على المستوى الشخصي، ده حلم ليا انا، وانا عارف من كواليس الاتحاد انه في مشروع قرار لانشاء منتخب. انا مصادري يعني بتقول انه في ان شاء الله مشروع قرار بيدرس جيدا انه يبقى في منتخب للسيدات قوي. شايف احنا لو تاسس المنتخب ده وخد الاهتمام زي اللي بياخده فريق الرجال، شايفه ده احنا ممكن نحقق نتيجه على الصعيد الدولي؟ ما هي دي بوينت بتاعت خد الاهتمام. أيوة اللي بياخده الرجال. يعني هو فكره ان انا ماشي، ما انا هكون منتخب وهيروح يلعب كمان شهر ماشي افريقيا، ما تعدش ومش هيعمل حاجه يعني، لكن انا بقى كون لي منتخب وافريقيا لسه قدامها 5 6 شهور، اسافر معسكرات، احتك بالفرق كل اسبوع زي ما بيحصل في الكوره، واحتك بالفرق القويه اللي في الدوري بتاع مصر، وبعد كده بطوله كان في اجازه اسافر اعمل بطوله وديه. في بطولات وديه كتير بتتعمل، لما اجي انا بقى اروح العب في بطوله افريقيه واجيب المحترفين بتوعي اللي بره، ما انا عندي محترف، انا عندي 2، عندي 2 اقوياء كمان بيلعبوا في فرنسا، وعندي مروه عدي هدافه الدوري الفرنسي، مروه ورحاب، والاثنين بنات النادي الاهلي. فانا بقى هرجع دول والعب اكون عليهم على اساسهم فريق، طبعا هكسب، وطبعا مش اكيد مش مطلوب مني المكسب من اول مشاركه، لا تبقى ان انا اجيب ذهب، بس في نفس الوقت لا هنافس. انا موجوده، منتخب تونس مش اقل منها، بس صحيح يعني بصراحه يعني انت شايفه ان انت سبورت الفكره دي ومنتظره؟ طبعا هو ده كان قرار، هو جه متاخر بس الحمد لله ان هو جه، يعني هو كنا حاجه احنا مستنيينها، كان ماركت اللعبه بدا يقع، البنات بدات اللي هو طب خلاص بقى يعني خلاص، ما انا لعبت فيرست تيم كذا سنه خلاص هبطل، شرف تمثيل مصر ما بنالوش. طب انا بس انا الحقيقه بحيي اللجنه اللي بتدير الاتحاد دلوقتي، لانه فكر طبعا يعني طبعا بصراحة. وكمان العقود فكر، انا بقى هروح لكابتن يحيى في العقود. هم اقروا ان السنه دي اخر سنه، السنه الجايه لازم عقد اي لعيبه بتلعب في الفريق زي اليد. انت بتبتسم، انت متوقع السؤال، شايف ده لمصلحه اللعبه يا كابتن ولا لا؟ بس هتكلم على الاول، قبل ما اتكلم موضوع العقود ده بتكلم موضوع المنتخب السيدات. المفروض انا كلجنه او اتحاد موجود ان انا المفروض ان انا اعمل بلان، مش البطوله الجايه ولا اللي بعدها، انا كمان 5 سنين انا هعمل ايه؟ المفروض معلش، بس انت او بالك كتير قوي ما دخلتش، معلش مع احترامي يعني، انت عندك انجولا تونس سبقونا 4 5 6 دول نيجيريا. قويه صحيح. يبقى انا المفروض حاطط بلان اول بطوله وثاني بطوله وثالث بطوله ورابع بطوله. نعم. ان عشان تخش من اول بطوله او ثاني بطوله تخش على تاخد ميداليه، الدنيا صعبه شويه، الدنيا صحيح. مش من يوم يعني وليله. انت شايف ان البلان ما تبقاش مرحله انتقاليه، لا هو ما ينفعش في الدوري المصري، لازم احتكاك خارجي، لونج تيرم بلان، لازم تبقى عامل احتكاك خارجي. معلش بس ادوا اهتمام الولاد ان هو بيعمل معسكرات خارجيه ويعمل احتكاك بره. سيبك ان انا همرن هنا الدوري وبعدين اسافر من الدوري المصري او اعمل نشاط وديه مع انديه واروح اسافر بيها من غير احتكاك خارجي، ما ينفعش.